السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكل أحبابي وأصدقائي ومتابعيني. الفيديو النهاردة مميز جدا جدا لأن النهاردة معانا طفرة نادرة جدا جدا لأحد أشهر الأنواع الموجودة عندنا في مصر، بل بيعد النوع ده ثاني أشهر أنواع الثعابين الموجودة عندنا في مصر. والطفرة ده يا جماعة بتعد من الطفرات النادرة جدا جدا. الطفرة ديت لم يتم العثور عليها في مصر من قبل الصيادين إلا تقريبا 4 أو 5 قطع فقط من الطفرة دي، لأن انها بتعد مش بس من اندر الطفرات الموجوده في النوع ده داخل مصر، ولكن من اندر الطفرات الموجوده للنوع ده على مستوى العالم اجمع. فتعالوا بينا مع بعض نشوف ايه هو النوع الموجود معانا هنا، ونشوف مع بعض ايه هي الطفره النادره دي، وليه الطفره دي بتعد من اندر الطفرات في النوع ده تحديدا. تعالوا نشوف مع بعض يا جماعه الطفره اللي اتكلمنا عنها. وزي ما حضراتكم شايفين هنا، ده ثعبان ابو السيور. طيب ايه المميز في النوع ده، او ايه المميز في الثعبان ده؟ المميز يا جماعة اللي حضراتكم شايفينه ان هو ثعبان ابو السيور اسود. طيب هنطلعه في مكان بره عشان نشوفه اوضح، لان هنا اللون مش واضح. زي ما حضراتكم شايفين ثعبان ابو السيور الطفرة السوداء ده بيعد ثاني أشهر ثعبان موجود عندنا في مصر بعد الكوبرا المصرية. ولكن الطفرة السوداء اللي قدام حضراتكم ده يا جماعة بتعد من أندر الطفرات للنوع ده على مستوى العالم، لأن احنا كلنا عارفين إن أبو السيور طبعا مشهور باللون بتاعه المائل للزيتي، وبطنه طبعا بتبقى اللون الأصفر. ولكن إن ثعبان يكون باللون اللي حضراتكم شايفينه ده كده، ده بيكون من أندر الطفرات. حتى الآن داخل مصر لم يتم العثور إلا على 4 أو 5 قطع، 4 أو 5 قطع فقط يا جماعة من الطفرة دي داخل مصر. طبعا أنا عايز أقرب لكم عشان يوضح معانا. وطبعا ده يا جماعة مش بيغير ثوبه أو حاجة، لان ممكن حد يقول ان هو بيغير الثوب بتاعه، ولكن لا، هو مش بيغير الثوب بتاعه. هو طبعا زي ما حضراتكم شايفين عينيه رايقه جدا، مش بيغير ثوب او حاجه. طبعا ده من الانواع اللي بتمتلك غدد سميه وبيمتلك سم ضعيف، ولكن طبعا سمه بيكون تاثيره على البشر ضعيف جدا جدا جدا. وده بيعد من أشهر الثعابين الموجودة عندنا في مصر، لأن ده موجود في جميع الأماكن الزراعية. زي ما حضراتكم شايفين طبعا هو بيكون نوع شرس جدا، ولكن أنا طبعا هديته قبل ما طلعه من الصندوق، لأن هو من الأنواع الشرسة جدا، ومن الأنواع اللي بتدافع عن نفسها بشراسة جديدة. ده هنا كده يا جماعة شكل الظهر. تعالوا مع بعض نشوف شكل البطن. طبعا أنا عايز أمسكه عشان ما يعضش، لأن هو طبعا من الأنواع اللي بتعض. هو سمه ضعيف، ولكن أنا ما بحبش إن أنا أتعض منه. ده هنا زي ما حضراتكم شايفين كده يا جماعة شكل البطن. وطبعا مميزة جدا بإن الخطوط اللي على الجنبين خطوط سوداء واضحة جدا زي ما حضراتكم شايفين. هنا شكل البطن طبعا طبيعي جدا زي شكل أبو السيور العادي، وطبعا هنا اللون الأصفر اللي في أسفل الرأس برضو زي أبو السيور العادي، يبقى نفس اللون ده. ولكن اللي مش نفس اللون هو الظهر، نخليه ان هو يعدل نفسه. طبعا الاضاءة كمان يا جماعة بتخلي اللون افتح من اللون الحقيقي، يعني انا هنا شايفه في الكاميرا لونه افتح من اللون الحقيقي، ولكن هو على الطبيعة اللون بتاعه اسود جدا. وطبعا هنا زي ما حضراتكم شايفين هنا، يعني لما اجي احطه هنا جنب لون الساعة، خلينا من بعيد شويه،